بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الأول في شرح الرسالة الجامعة والتذكرة النافعة للإمام العلامة الحبيب أحمد بن زيد بن علوي الحبشي رحمه الله تعالى ورضي عنه. وهذا من الكتب المباركة التي انتفع بها كثير من طلاب الفقه الشافعي، فهو على وجازته أو على اختصاره يمهد الطريق إن شاء الله لطالب العلم، ويوضح له كثيرا من مسائل الفقه التي يحتاجها في حياته اليومية. وهذا من أهم المهمات، أن يتعلم الإنسان ما يجب عليه العلم به اعتقادا وفقها وسلوكا. فنبتدئ أو نبدأ بالمقدمة على عجالة، ثم نشرع في الكلام على الأحكام الفقهية. قال رضي الله تعالى عنه ورحمه: بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا استنان بالكتاب والسنة. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه أي يقابل نعمه ويكافئ مزيده، أي هذا الحمد يساوي زيادة نعمه سبحانه وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. طلب العلم أي ما كلف البالغ العاقل العمل به، ما كلف البالغ العاقل العمل به فتعلمه فرض عين، فتعلمه فرض عين. ما زاد عن ذلك إلى أن يصل الإنسان لدرجة مفتي المذهب فهذا فرض كفاية، فهذا فرض كفاية. هذا يشمل ماذا؟ يشمل تعلم الفرائض، فتعلم الفرائض فرض كفاية. فإذا وجدت ناحية أو بلدة لا يوجد فيها عالم بالفرائض أثموا جميعا. وكذلك من العلوم اللي تكون من باب فرض الكفايات علوم الطب، علم الأبدان. إذا خلا أو خلت بلدة أو ناحية من دراسة أو من طبيب يعالج أبدان المسلمين أثموا جميعا. وما بعد يعني مجتهد الفتوى إلى أن يصل إلى رتبة الاجتهاد المطلق فهذا مستحب. هذا ماذا؟ مستحب على مذهبنا، يعني مسألة فيها خلاف. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما، يلتمس فيها علما، لأن الطريق مؤنث أفصح من كونه مذكر. أقول هذه طريق، يلتمس فيها أي في الطريق علما، سلك الله به طريقا إلى الجنة، طريقا إلى الجنة في الدنيا بأن ييسر له سبيل الخير وسبيل الطاعة في الدنيا، وفي الآخرة أن يدخله الله سبحانه وتعالى الجنة. وبعد، فهذه مسائل مختصرة من بعض كتب حجة الإسلام الغزالي غالبا، أي أخذ هذه مادة هذا الكتاب غالبا من كلام الإمام الغزالي رضي الله عنه. من عرفها وعمل بها نرجو له من الله أن يكون من أهل العلم ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا، أن يكون باطنه في الطاعة وظاهره كذلك في الطاعة. والباطن يراد به غالبا الكلام على الحقائق أو ما يتكلم به أهل التصوف، ولا بد للأمرين معا. فكل حقيقة لا شريعة لها فهي عاطلة، الحقيقة اللي هي الأمور الإيه؟ الباطنية. كل حقيقة لا شريعة لها فهي عاطلة، لا تعمل ولا تفيد الإنسان. وكل شريعة لا حقيقة لها فهي باطلة. كل أمر الإنسان يستقيم بعمل الجوارح ولكن باطنه خرب، هذا الأمر باطل، ولكأن
يعني وكأنه لم يعمل. لماذا؟ لأن هذا الذي باطنه خرب يشوبه رياء ويشوبه عجب ويشوبه كثيرا من الأمراض التي تفسد عليه العمل. وبالله التوفيق. التوفيق هو خلق القدرة على الطاعة في العبد. قال أركان الإسلام. أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله، أي لا معبود، أي لا إله موجود إلا الله، أو لا إله في الوجود بحق إلا الله، أو لا إله ممكن بحق إلا الله، كلها تفاسير ذكرها الأئمة. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا مع الإخلاص والتصديق. التصديق أن يكون العمل لله خالصا له، لا لأجل الناس ولا حياء من الناس ولا خوفا من الناس. والتصديق أن يكون هذا العمل، أعمال هذه الجوارح معها التصديق، أي قبول كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يبقى الإسلام والإيمان متلازمان، الإيمان بمعنى التصديق لأعمال أعمال الباطن، والإسلام هي أعمال الظاهر. لا يصح إسلام بلا إيمان، لا يصح إسلام بلا إيمان، فبينهما تلازم. فمن لم يكن مخلصا فهو منافق. المراد هنا بالنفاق النفاق العملي، مش النفاق الاعتقادي. والإنسان الذي يصلي أو يفعل أي طاعة ولكن أراد بها رياء أو رأى الناس بعمله فهذا منافق. منافق ماذا؟ نفاق عملي، أي نفاق أصغر. لكن لو أراد بالطاعة أنه صرف الطاعة من الأساس للمخلوق فهذا كافر والعياذ بالله، أنه عبد مخلوقا فهذا خرج من الملة. لكن أصل الطاعة لله سبحانه وتعالى، ولكن فعل الأمر ليراء الناس، لينال ثناء الناس، لينال مدح الناس له، فهذا اسمه رياء، فهو منافق، أي نفاقا عمليا اللي هو النفاق الأصغر. ومن لم يكن مصدقا بقلبه فهو كافر، زي المنافقين. منافقون في المدينة كانوا يصلون مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يفعلون أعمال الجوارح، لكن قلوبهم كانوا مصدقين بالنبي، لم يكونوا مصدقين، لذلك كانوا كفار. إن المنافقين في الدرك الأسفل. قال: وأصل الإيمان أن تعتقد أن الله تعالى موجود، يعني ما وجود مستمر الوجود، لا بداية لوجوده، لا يسبقه عدم ولا يلحقه عدم، موجود سبحانه وتعالى. والوجود هي صفة صفة نفسية، صفة للذات، وأنه تعالى واحد، أي في ذاته وصفاته وأفعاله، ولا مثل له ولا شبه له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. خلق السماوات والأرض وخلق الموت والحياة والطاعة والمعصية. الطاعة اللي هي موافقة الشرع، والمعصية هي مخالفة الشرع. والصحة والسقم وجميع الكون وما فيه. كل ما في هذا الكون خلق لله وملك له، فلا يجري في ملكه إلا ما أراده سبحانه وتعالى وأذن له. والله خلقكم وما تعملون، وخلق الخلق وأعمالهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم، لا تزيد ولا تنقص. هذا رد على من قال بأن من المعتزلة بأن المكلف يخلق فعل نفسه، ولكن الله سبحانه وتعالى خالق جميع الأعمال خيرا وشر، وإنما فيك كسب، خلق فيك الكسب هو الميل، تميل للطاعة وتميل للمعصية، هذا الميل الذي يؤاخذك الله عليه. أما أنك تخلق قطعا أو تخلق فعلا فهذا خلق لمن؟ لله سبحانه وتعالى. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يذبح سيدنا إسماعيل، هذا إرادة هذا الذبح، ولكن الله لم يخلق لم يخلق الذبح، تمام، واضح. يبقى بداخل كل إنسان مكلف هذا الميل والاختيار للطاعة الذي يكون فيها الحساب عليها الحساب والعقاب. أما إيجاد الفعل نفسه فهو من لله وحده سبحانه وتعالى. ولا يحدث حادث إلا بقضائه وقدره. ما هو القضاء والقدر؟ عند الأشاعرة القضاء هو الإرادة الأزلية،
القضاء هو الايه؟ الإرادة الأزلية، والقدر هو إيجادها على قدر مخصوص وتقدير معين. يبقى الإرادة القديمة الأزلية، أنا بشاور مش الإشارة هنا حقيقية، هنا يعني مثال فقط يعني. الإرادة القديمة قبل أن يخلق الله الخلق قضى أن زيدا من الناس سيتزوج يوما ما، أو سيكون غنيا، أو سيموت، أو أي شيء. هذا يسمى إيه؟ قضاء، اللي هو الإرادة الأزلية القديمة. لما أذن الله سبحانه وتعالى في يوم، مثلا اليوم الحادي عشر من هذا الشهر، يوم الثلاثاء، أن يوجد مخلوق ويولد مخلوق اسمه زيد، ده اسمه القدر. يبقى القضاء هي الإرادة الأزلية، والقدر إيجاد هذه الإرادة على قدر مخصوص وعلى وجه مخصوص، بطول مخصوص وعمر مخصوص وصفات مخصوصة إلى آخره. هذا هو القضاء والقدر عند الأشاعرة. وأنه تعالى حي عالم مريد قادر متكلم سميع بصير، هذه نسميها نحن الإيه؟ الأشاعرة يسمونها صفات المعاني. صفات المعاني، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم السر وأخفى، خالق كل شيء وهو الواحد القهار. هذا يعني الذي مر باختصار الكلام عن إيه؟ عن الإلهيات. ثم يتكلم أيضا باختصار عن النبوات، اللي هو ما يجب في حق الأنبياء وما يجوز وما يستحيل، وأنه بعث سيدنا محمدا عبده ورسوله إلى جميع الخلق لهدايتهم. يبقى الله جل وعلا لما أرسل الخلق، أرسل الرسل إلى الخلق، لماذا؟ لأن هؤلاء الخلق لا يستطيعون بعقولهم أن يدركوا لا معرفته سبحانه وتعالى ولا الحلال من الحرام، لأن الحسن والقبح عندنا ماذا؟ شرعي، وكل شيء موقوف حتى يرد الشرع. فأرسل الرسل لهدايتهم ولتكميل معاشهم ومعادهم. يبقى المعاش بتاعنا الدنيا تنظيمها جاءت به الأنبياء والإيه؟ جاءت به الأنبياء والرسل، وأيده بالمعجزات الظاهرة. يبقى المعجزة أمر خارق للعادة، تجري على يد الإيه؟ يجريها الله على يد الأنبياء من باب التأييد والنصرة. وأنه عليه الصلاة والسلام صادق في جميع ما أخبر به عن الله تعالى. هذا يتكلم باختصار أيضا عن ماذا؟ عن السمعيات. سموها السمعيات لماذا؟ لأننا لن نستطيع أن، أو لا سبيل لمعرفتها إلا عن طريق السمع. الإنسان قد يستطيع أن يقيم حجة عقلية على وجود الله، صحيح؟ كل عالم محدث، وكل محدث وهذا العالم محدث، وكل محدث يحتاج إلى إيه؟ أو مفتقر إلى محدثه، فهذا العالم مفتقر إلى محدث. أقمنا دليلا عقليا على وجود الإيه؟ على وجود الله باختصار. لكن هل يستطيع عقلك أن يجزم بوجود جنة ونار وعذاب قبر ونعيمه؟ فهذه موقوفة على ماذا؟ على السمع، لذلك سميت سمعيات. وأنه صادق صلى الله عليه وسلم في جميع ما أخبر به عن الله تعالى من الصراط والميزان والحوض وغير ذلك من أمور الآخرة والبرزخ اللي هو القبر، البرزخ اللي هو القبر، ومن سؤال الملكين وعذاب القبر ونعيمه. كل هذا جاء به الإيه؟ متوقف، جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، إيماننا به متوقف على السمع، أي نسمعه من المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الباب يقبل فيه حديث الآحاد، باب السمعيات يقبل فيه حديث الآحاد، لذلك المخالف فيه لا يكفر. يعني بعض المعتزلة ينكرون عذاب القبر، فسقوا ولم يكفروا، لأن مستند هذا الباب وعمدة هذا الباب، أو معظم الأدلة التي يستند فيها في هذا الباب، أحاديث آحاد. وأن القرآن وجميع كتب الله المنزلة حق، نؤمن بذلك، والملائكة حق، والجنة حق، والنار حق، وجميع ما جاء به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، حق. هكذا باختصار ما يجب على المكلف في اعتقاده، ما سوى ذلك إن مات الإنسان جاهلا به لن يسأله الله عنه يوم القيامة. وحديث جبريل، ما ورد في حديث جبريل، إن مات الإنسان ولم يعلم في الاعتقاد غير هذا الأمر
لن يسأله الله لماذا لم تتعلم مثلا تعلقات الصفات، التعلق القديم، التعلق الصلوح، لن يسأله الله سبحانه وتعالى عن إيه؟ عن ذلك. لكن لو تعلم هذه الأمور ولم يكن فيها مخلصا لله سبحانه وتعالى، أو له فيها غرض دنيوي، أو له فيها أو شابه شائب من الشوائب، سيحاسب على هذه الإيه؟ على هذه الأمور. هذا هو مجمل الاعتقاد الذي يجب على الإنسان أن يؤمن به. يتكلمون بعدما يتكلم عما يجب على الإنسان معرفته في باب العقائد، ما يجب على الإنسان العمل به في باب الفقه، هي الأمور التي تتكرر معه في اليوم والليلة. فترك مثلا الكلام عن التيمم، لأن هذا الأمر لا يتكرر مع المكلف في اليوم والليلة، لأنه غالبا الماء موجود، فترك ذلك الإيه؟ ترك ذلك الأمر مثلا، فاقتصر على ما يجب على المكلف معرفته. فقال فصل في فروض الوضوء. فروض جمع، لماذا هي جمع؟ لأن كل فرض من فروض الوضوء كأنه عبادة مستقل. على مذهبنا هل يجب الموالاة في الوضوء؟ لا يجب الموالاة، يسن الموالاة. فأنت الآن غسلت وجهك ولم تنوي قطع الوضوء، ثم بعد ذلك ذهبت تفعل شيئا وراجعت، يجوز لك أن تتم الوضوء. لو الإنسان نوى رفع حدث وجهه، ثم نوى حدث رفع حدث يديه، ثم نوى رفع حدث الرأس، ثم رفع حدث الرجلين، هذه كلها وكأنها إيه؟ وكأنها كلها عبادة مستقلة. لذلك يعبرون عنها بفروض الوضوء، يعبرون عنها بفروض الوضوء ستة. هذه الستة منها أربعة بنص القرآن، ومنها واحدة بنص السنة، ومنها واحدة بكليهما. الأربعة أو الواحدة التي بنص السنة النية، إنما الأعمال بالنيات، هذه مستندها ماذا؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم غسل الوجه وغسل اليدين ومسح بعض الرأس وغسل الرجلين، مستندها القرآن. والترتيب مستفاد من الكتاب والسنة، الترتيب مستفاد من الكتاب والسنة. لماذا؟ لأن في الآية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، فذكر ممسوحا بين مغسولات، والعرب لا ترتكب مخالفة المتجانسات إلا لضرورة. فالعرب يعني طبيعة العرب أنها تذكر ماذا؟ تذكر المغسولات أولا ثم الممسوحات، أو الممسوح أولا ثم المغسولات. لكن في هذه الآية ذكر الممسوح لو مسح الرأس وسط مغسولات، والعرب لا ترتكب هذه المخالفة إلا لضرورة. ما هي الضرورة هنا؟ إلا إرادة الإيه؟ إرادة الترتيب. هذا مستنده من الكتاب، مستنده من السنة الترتيب. صلوا كما رأيتموني أصلي. وما نقل عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يرتب الوضوء قط. يبقى فروض الوضوء ستة، أربعة من الكتاب، واحد من السنة، وواحد من كليهما. قال الأول النية. النية فرض. ما معنى كلمة النية فرض؟ يعني الآن إنسان يريد أن يتوضأ تجديد وضوء، يجدد وضوءه، أو يتوضأ لأجل أن يصلي نافلة، هل هذا الذي سيفعله فرض أم نافلة؟ فرض أم نافلة؟ هو سيصلي سنة الظهر، هذه فرض أم نافلة؟ نافلة. سيتوضأ لتجديد الوضوء، ليتوضأ لتجديد الوضوء، تجديد الوضوء فرض أم نافلة؟ سنة. طيب النية فرض حتى ولو كانت العبادة ماذا؟ سنة. معنى كلمة فرض، يبقى لو كانت العبادة نافلة، هل معنى أن العبادة نافلة أن النية في هذه العبادة تكون سنة كذلك؟ لا، إنما المراد بالفرض هنا ما لا بد منه. المراد بالفرض هنا منقول فروض الوضوء، مش معناها الفرض الذي يأثم تاركه ويثاب فاعله، إنما المراد بالفروض الوضوء ما لا بد منه. يبقى الوضوء المجدد لا بد فيه من النية. سنة الظهر، يتوضأ لأجل سنة الظهر، لا بد في هذا الوضوء من الإيه؟ من النية، وإن كانت العبادة مندوبة، لأنه لا بد منه. يبقى المراد بالفرض هنا إيه؟ ما لا بد منه. النية
المراد بالنية هي ايه بقى؟ قصد الشيء مقترنا بفعله، محلها القلب، ويندب النطق باللسان بها ولكن لا يجهر بها، ينطق بها ولكن لا يجهر بها، الجهر بها مكروه. وهذه النية لماذا شرعت؟ لتميز العادة من العبادة، وتميز رتب العبادات بعضها عن بعض. فما الذي يميز سنة الفجر من صلاة الفجر؟ هاتان ركعتان وهاتان ركعتان. الذي يميز هذا عن هذا النية، فالنية شرعت لتميز العادة من العبادة. دخل يغتسل بنية التبرد، وآخر دخل يغتسل بنية رفع الجنابة، ما الذي يميز؟ النية. ينوي في الوضوء ماذا؟ ينوي الوضوء، أو الوضوء الواجب، أو فرض الوضوء، أو ينوي رفع حدث من أحداثه. قال يقول نويت رفع حدث البول أو البراز أو لمس الأجنبية أو مس الفرج، ينوي رفع حدث من أحداثه. فإن نوى حدثا ليس عليه هذا الحدث، قال نويت رفع حدث البول وحدثه لمس امرأة أجنبية، هل يصح وضوءه أم لا يصح؟ إن كان ناسيا صح، وإن كان متعمدا بطل لتلاعبه، إن كان متعمدا إيه؟ بطل لتلاعبه. والشاهد أن الإنسان ينوي في الوضوء ماذا؟ إما أن ينوي الوضوء أو الوضوء الواجب أو فرض الوضوء أو نية رفع الحدث أو نية استباحة مفتقر إلى طهر أو نية استباحة الصلاة أو نية رفع حدث من أحداثه، ينوي بأي واحدة من هذه الأمور ارتفع إيه؟ صحت النية منه. قال الأول النية، الثاني غسل الوجه. غسل الوجه وحده من منابت شعر الرأس إلى منتهى اللحيين. هذا العظم، هذه العظمتان اسمهما الايه؟ اللحيان، الذي ينبت عليهما شعر اللحية يعني، إلى منتهى اللحيين والذقن طولا، وهذا طولا، وعرضا ما بين الايه؟ ما بين الأذنين. ويجب غسل جميع الشعور التي على الوجه ظاهرا وباطنا إلا ما سنستثني. يبقى هذه الحواجب، هذا يجب غسله ظاهرا وباطنا. الأهداب التي تسمى بالرموش يجب غسل هذا الشعر ظاهرا وباطنا. الشارب هو الشعر النابت على الشفة السفلى، يجب غسله ظاهرا وباطنا. السبالان أو السبال، الشعر النازل من على الشفة السفلى. العنفقة، اللحية، شعر العارضين، شعر الخد، كل هذه الشعور، شعور الوجه، يجب غسلها ظاهرا وباطنا إلا لحية الرجل الكثيفة، فيجب غسل ظاهرها فقط، يجب غسل ظاهرها فقط. الكثيفة هي التي لا ترى في مجلس المخاطبة، لا ترى البشرة من خلالها في مجلس المخاطبة، والخفيفة عكسها. طيب، شعر غير شعر اللحية، رجل له شارب، وهذا الشارب طويل، خرج عن حد الوجه، فهذا الذي خرج عن حد الوجه يجب غسله ظاهرا فقط، والذي هو في حد الوجه يغسل ظاهرا وباطنا. وغسل الوجه وحده إلى آخر. وغسل اليدين إلى المرفقين، إلى بمعنى مع، إلى بمعنى مع، وغسل اليدين إلى المرفقين. فإن لم يكن له مرفقان، يعني إنسان خلقه الله هكذا ملوش هنا مرفق، اليد هذه عظمة واحدة، إلى متى سيغسل أو إلى أين سيغسل؟ اعتبر قدرهما، هذا من هنا إلى هنا، أو هذا الذراع هنفرض أنه مثلا 100 سنتي، من أطراف الأصابع إلى المرفقين تقريبا كم؟ تقريبا 3 أرباع الذراع تقريبا. يبقى هذا الرجل الذي لم يخلق الله له مرفق يغسل قدر المرفقين من الشخص المعتدل، اللي هو تقريبا 3 أرباع الذراع، ولا يغسل الباقي. طب قطعت
قطع مرفقه، قطع يده من عند المرفق، وجب غسل رأس العضد. طب قطعت من العضد نفسه، اليد مقطوعة من هنا، لا يجب عليه شيء، إنما يسن فقط. وغسل اليدين، غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى الإيه؟ إلى المرفقين. ولو كان يصب عليه الماء، لو كان هو الذي يصب عليه الماء، أو أن يتوضأ من الحنفية الصنبور، يبدأ من المرفقين. إن كان هو الذي يتناول الماء، أمامه إناء ويأخذ منه الماء، يبدأ من الإيه؟ من الأصابع. هذا المعتمد عند الشيخ الرملي. والشيخ ابن حجر اعتمد، الشيخ ابن حجر اعتمد البدء من الأصابع مطلقة، سواء كان يصب عليه أو يتناول. لكن الذي في الروضة، واعتمده الشيخ الرملي كوالده، أنه إن كان يغترف من الإناء، لأن هذا أيسر، أمامه إناء، فيغترف، يبدأ من إيه؟ يبدأ من الأصابع. طب إن كان يصب عليه الماء أو يستخدم الصنبور، فهذا يبدأ من المرفقين أيسر، ولا يكون فيه إسراف كثير في الماء. وغسل اليدين إلى المرفقين، أي مع المرفقين. يبقى هنا لا يشترط أن تبدأ باليد إلى المرفق، ليس شرطا، وإنما لو كنت تتناول الماء تبدأ من الأصابع، وإن كان يصب عليك الماء بدأت من الإيه؟ بدأت من المرفقين. يبقى هنا بمعنى مع، غسل اليدين إلى المرفقين، أي مع الإيه؟ مع المرفقين. ويجب غسل ما على اليدين من إيه؟ من شعر أو أصبع زائدة أو سلعة. سلعة يعني أمر يخرج في جلد الإنسان، يكون كبيرا أو صغيرا، يعني نستطيع أن نقوله تجوزا مرض جلدي يظهر في الجلد، في جلد الإنسان، يكون مثل الإيه؟ يقولون يعني صغير كالحمصة، ويكبر ويظل يكبر. هذا يجب إيه؟ يجب غسله. ولو كان له أصبع زائدة، لو له أصبع زائدة وجب غسلها. ما بين الأظفار، ما بين الأظفار من يجب إيصال الماء له. لو كان فيها وسخ بين الأظفار، في وسخ بين الأظفار أو طين، هذا الوسخ يمنع وصول الماء، يجب إزالة هذا الوسخ. طب لا يمنع وصول الماء، لا يجب إزالته، طالما أن الماء إيه؟ أن الماء سيصل. الذي يعمل، اللي هو مثلا يعمل في الطلاء، طلاء البويه، هذا الرجل معرض كثيرا لمثل هذه الأمور، فاليسير في حقه، بعض الشافعية أفتى أنه يعفى عنه، اللي هم أصحاب المهن، أصحاب الإيه؟ المهن والحرف، ممن يبتلون بهذا كثيرا. المعتمد أنه يجب عليه إزالة ذلك، يعني يكون عنده المادة التي يزيل بها الوسخ المتراكم بين الأظفار بسبب الطلاء. وبعض الشافعية قالوا ماذا؟ يعفى عن هذا في حق أصحاب الحرف والمهن فقط. طب أنا وأنت لسنا من أصحاب هذه الحرفة، فوقع قدرا أن وقع طلاء بين أظافرك، وجب علي وعليك إيه؟ إزالته، لأننا لسنا مبتلين بهذا الأمر، هذا يحدث نادرا. غسل اليدين إلى المرفقين. الرابع مسح شيء من بشرة الرأس أو شعر في حده، مسح الرأس أو شعر في حد الإيه؟ حدود الرأس. يجب إيصال الماء لجلدة الرأس، لجلد الرأس إلى البشرة، أو الشعر الذي على الرأس، لكن بشرط أن يكون هذا الشعر في حد الرأس. واحد شعره طويل، وهذا الشعر يعني نزل عند كتفه مثلا، كتفه، هل يجزئ أن يمسح على هذا الشعر؟ لا يجزئ، لأن هذا الشعر بالمد لما امتد خرج عن حد الإيه؟ عن حد الرأس. يبقى المسح إما أن يمسح جلد الرأس، أو شعر، أو شعرا، يمسح شعرا في إيه؟ في حد الرأس، يمسح شعرا في حد الرأس. يبقى الشعر الخارج عن حد الرأس لا إيه؟ لا يجزئ. والواجب فيه ماذا؟ الواجب بعض الرأس ولو شعرة واحدة، هذا هو القدر الواجب، لكن يكره الاقتصار على ذلك، لأن بعض العلماء كالإمام مالك والإمام أحمد قالوا بوجوب تعميم الرأس جميعا، فالإنسان مطالب أن هو يخرج من الخلاف، لأن الخروج من الخلاف ماله؟ مستحب، فالإنسان يمسح جميع الرأس، سليم؟ طب إن اقتصر على بعضه، يعني جاب
هذه الاصبع مبلوله فعل هكذا. هذا اجزأ. يعني ايه اجزأ؟ يعني الوضوء صحيح والصلاه صحيحه. مسح شيء من بشرات الراس او شعر في حده، لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ مسح على ناصيته وكمل على الايه؟ وكمل على العمامه. وبعض العلماء يقولون وامسحوا برؤوسكم، اي البأل للتبعيض، اي ببعض رؤوسكم. والخامس غسل الرجلين مع الكعبين. الكعبان هما ماذا؟ العظمان الناتئان اسفل الايه؟ اسفل الساق تحت. يغسل الرجلين مع الايه؟ مع الكعبين. وفيهما الكلام فيهما مثل ما ياتي ما ذكرنا الكلام في الايه؟ في غسل اليدين، انه يجب غسل ما عليهما من شعر واصبع زائده وسلعه الى اخره. الاصابع الملتفه، يعني الانسان خلق الله له اصابع ملتفه، هذا يجب عليه ان ايه؟ ان يخللها، ان يخلل هذه الاصابع. او لا يصل الماء بين اصابع يديه او اصابع رجليه الا بالتخليل، وجب عليه ان ايه؟ أن يخلل. لكن الإنسان يصل الماء بدون تخليل، هذا يسن له الإيه؟ يسن له التخليل فقط، يسن له التخليل فقط. طب لو الإنسان خلق الله له أصبعين ملتحمين، الاثنين ملتحمين، هل يجوز له فتقهما كي يصل الماء؟ يحرم عليه ذلك، يحرم فتقهما لأجل التخليل. والسادس الترتيب على هذه الكيفية. يبقى يبدأ أول الفروض الإيه؟ أول الفروض القلبية النية، وأول الفروض الفعلية غسل الوجه، يليه غسل اليدين مع المرفقين، مسح بعد الرأس، غسل الرجلين. ترتيب الأربعة ترتيب. طب السنن، سنن الوضوء، سنن الوضوء مثل ماذا؟ مثل السواك. هذا هو السنن الفعلية التي تفعل قبل الوضوء. يبقى السواك على المعتمد عند الشيخ الرملي ليس من سنن الوضوء، انما من السنن التي تفعل قبل الوضوء. فعند الشيخ الرملي تستعمل السواك قبل ان تفعل اي شيء. يستاك يسمي الله ويستاك، او يستاك اولا ثم يسمي الله، يستاك اولا ثم يسمي الله ثم يشرع في غسل يديه. عند الشيخ ابن حجر السواك من سنن الوضوء، فوقته متى؟ قبل المضمضة. وقته عند الشيخ ابن حجر قبل المضمضة. يبقى ترتيب السنن بقى مستحق. يعني ايه مستحق؟ يعني لو انسان استنشق قبل المضمضة فات زمن المضمضة. لو استنشق قبل المضمضة فات زمن المضمضة، يعني من حق الاستنشاق ان يكون عقب المضمضة، ومن حق المضمضة ان تكون قبل الايه؟ الاستنشاق. ومن حق غسل اليدين ان تكون قبل ايه؟ الكفين، عفوا، تكون قبل المضمضة والاستنشاق. فهذه السنن مالها؟ مستحقة، الترتيب فيها مستحق مش مستحب. لان بعض العلماء قال ايه؟ يعني لو انسان تمضمض اولا ثم غسل يديه ثم استنشق اجزأ. لكن المعتمد ان هذا الترتيب مستحق، يعني ينبغي ان يرتب هذا الترتيب، والا فات الزمن، وإلا فات زمن المضمضة وفات زمن الاستنشاق. فاستاك، هذه من السنن التي تفعل قبل الوضوء. ثم سمى الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ونوى هنا نية مستحبة. ما هي النية المستحبة؟ أنه ينوي فعل سنن الوضوء، فينوي غسل يديه ثلاث، عفوا، كفيه، وينوي المضمضة والاستنشاق. هذه النية ينوي بذلك إيه؟ سنن الوضوء. ثم إذا أراد أن يغسل وجهه نوى عند غسل الوجه رفع الحدث. يبقى عندنا عندنا كم نية؟ نيتان، نية مستحبة ونية واجبة. نية المستحبة ينويها عند فعل ماذا؟ عند فعل السنن، ينوي بذلك السنن كي يأخذ ثوابها. ثم عند غسل الوجه ينوي رفع الإيه؟ رفع الحدث، أو نية الوضوء، أو نية رفع حدث من أحداثه كما ذكرنا. ترتيب هذه الأركان الأربعة واجب، ركن من الأركان. لا يصح الوضوء عندنا نحن معاشر الشافعية لو إيه؟ لو عكس أو لم يراعي هذا الترتيب، لا يصح الوضوء، وضوء باطل. طب الإنسان رتب مثلا غسل الوجه ثم غسل اليدين إلى المرفقين
ثم بعد ذلك غسل رجليه ثم مسح رأسه، ماذا يفعل؟ يعود يمسح رجليه. يبقى ما بعد المرتب بطل، يبقى نشوف هو رتب إلى أين؟ رتب إلى غسل اليدين، يتم بعد ذلك. ما بعد المرتب لا اعتبار إيه؟ لا اعتبار به، أو لا يعد أو لا يعتبر. واضح هذه المسألة؟ وإنسان لم يرتب وضوءه، ننظر ماذا رتب؟ رتب في ركنين، يكمل بعد إيه؟ بعد هذين الركنين. والترتيب على هذه الكيفية. طبعا هو لم يذكر سنن الوضوء، ولم يذكر مثلا شروط الوضوء. شروط الوضوء زي ايه؟ زي الاسلام. شروط الوضوء زي الاسلام. الاسلام شرط صحة وشرط وجوب. شرط صحة وشرط وجوب، يعني لا يصح الوضوء من غير المسلم، ولا يجب الوضوء على غير المسلم. واضح؟ يبقى الاسلام شرط صحة وشرط وجوب. ومن شروط صحة الوضوء أن يستعمل الإيه؟ أن يستعمل ماء مطلقا. ما هو الماء المطلق؟ الذي يسمى ماء بلا قيد. يسمى ماء بلا قيد. بلا قيد، ما مثال القيد؟ قال ماء مستعمل، ماء ورد، ماء بطيخ، ماء عصير، ماء كذا. قيدنا الماء بقيد لازم لا ينفك عن هذا الماء. هذا الماء لا يصح الإيه؟ لا يصح الوضوء به. فلا يصح الوضوء إلا بماء مطلق. أما التطهير عموما، الطهارة عموما اللي هي رفع الحدث وإزالة الخبث أو ما كان في معناهما أو على صورتهما، التطهير الذي يشمل رفع وإزالة واستباحة، التطهير نقول الطهارة، يعني الطهارة تشمل رفع الحدث وتشمل إزالة الخبث وتشمل استباحة الفرض. يعني استباحة الفرض، يعني أنت الإنسان دخل وقت الصلاة وليس معك ماء، تستبيح الصلاة بماذا؟ بالتيمم، بالتراب. فالتراب هنا مبيح، لكن بخصوص رفع الحدث وإزالة الخبث لا يصح إلا ماء مطلق. والإنسان لو تيمم ارتفع حدثه؟ لا يرتفع حدثه، إنما فقط استباح الصلاة، ثم إذا وجد الماء سيتوضأ، بطل هذا الايه؟ بطل هذا التيمم. فشرط الوضوء ان يكون بماء، شرط صحة الوضوء ان يكون بماء مطلق، المطلق الذي يسمى ماء بلا قيد، يسمى ماء بلا قيد. ومعرفة كونه مطلق، يبقى الانسان امامه اناء فيه ماء، هو لا يعلم هل هذا الماء مطلق ام غير مطلق، لا يعلم، شك فيه، وتوضأ منه، يصح الوضوء؟ لا يصح، لأن يشترط كون الماء مطلق ويشترط معرفة كونه مطلقا، الاثنين. ومن الشروط التمييز، تمييز من شروط صحة الوضوء التمييز، الصبي الذي دون 7 سنين يصح وضوءه؟ لا يصح وضوءه. لماذا؟ لأنه ليس مميزا. طب الذي بلغ 7 سنين أو ميز، يعني ممكن طفل يبلغ 7 سنين ولم يميز بعد، يعني ايه يميز؟ يعني يعرف الصح من الخطأ، يعرف او يستطيع ان يقوم بشؤونه الخاصة، يدخل الخلاء، يعرف كيفية الاستنجاء، يعرف كيفية التحرز من النجاسة الى اخر، هذا مميز. ومن الشروط عدم المنافي، يعني انسان على بدنه حدث اكبر، هل يصح وضوءه؟ هناك منافي، لابد ان يرفع الحدث الاكبر اولا كي يصح الايه؟ كي يصح الوضوء. امرأة حائض، هل يصح وضوءها؟ لا يصح وضوءها. وانما شرع الوضوء للجنب تخفيفا للحدث فقط، يعني الجنب اذا اراد اكلا او نوما او وطئا او اراد كلاما يستحب له ماذا؟ تخفيفا للحدث، فوضوء هذا ليس رافع. أما الحائض فلا يشرع لها الوضوء مطلقا، لا تخفيف ولا غير. يبقى هذا يسمى عدم المنافي، من شروط صحة الوضوء إيه؟ يعني عدم المنافي ألا يكون حدث أكبر قائم بالبدن أو حيض قام بالمرأة، عدم المنافي. وعدم الحائل، ألا يكون على العضو حائل يمنع من وصول الماء، هذا شرط من شروط صحة الوضوء،
ومن الشروط أيضا أن يغسل مع المغسول جزءا آخر ليتحقق استيعاب المغسول. فهو مش لن يأتي بقلم ويحدد المرفقين بالضبط ويغسل المرفقين، لا، هو يغسل من العضد جزءا يسيرا ليتحقق إيه؟ استيعاب المغسول. يغسل جزء من الرقبة وجزء من الرأس ليتحقق استيعاب غسل الوجه. يغسل جزءا يسيرا من الساق ليتحقق إيه؟ استيعاب غسل الرجلين. السنن طبعا سنن الإسلام، التمييز، شروط الوضوء الإسلام، التمييز، عدم المنافي، عدم الحائل، أن يغسل مع المغسول جزءا آخر يتحقق به استيعاب المغسول، الماء المطلق ومعرفة كونه مطلقا، هذه شروط. ومن الشروط أيضا تيقن الحدث، من الشروط تيقن الحدث. إنسان شك هل خرج مني شيء أم لم يخرج، شاك في هذه اللحظة، في هذه اللحظة لا يصح وضوءه، لا يصح. والإنسان الآن أنا توضأت، ثم بعد وضوئي بساعة شككت هل خرج مني شيء أم لم يخرج. أنا لو تعاملت أن الأصل استصحاب الأصل، استصحاب البراءة، أنه لم يخرج مني شيء، أقوم أصلي عادي، لكن أريد أن أتوضأ بنية رفع حدث، هل يصح؟ لا يصح الوضوء بنية رفع الحدث إلا إذا تيقنت الحدث، لا يصح الوضوء بنية رفع الحدث إلا إذا تيقنت الإيه؟ الحدث. الأصح في المذهب أن من شروط صحة الوضوء تيقن الإيه؟ تيقن الحدث. طب الإنسان شك، يا ترى خرج أم لم يخرج؟ خرج أم لم يخرج؟ هيفضل بقى قاعد إيه؟ يفكر ودماغه تجيبه وتودي. زي الشيخ الخطيب قال إيه؟ ففي هذه الحالة وغيره ماذا يفعل؟ يمس فرجه. يبقى تيقن الحدث أم لم يتيقن؟ تيقن الحدث بيقين. لو إنسان عنده وسواس، لو إنسان عنده وسواس والأمر شغله جدا بقى، مش هيصلي لما أنا عايز أعرف أنا خرج ولا ما خرجش، يمس فرجه هو إيه؟ يبقى كده تيقن الحدث ويقوم يتوضأ. تمام كده؟ السنن بقى السواك، التسمية، المضمضة والاستنشاق، جمعهما بثلاث غرف، مسح جميع الرأس، مسح الأذنين ظاهرا وباطنا بماء جديد، كل هذه من السنن. الدعاء عقب الوضوء من السنن، كذلك عند بعض أئمتنا الشافعية دعاء الأعضاء هو إيه؟ عند غسل وجهي: اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه، ولا تسوده يوم تسود وجوه، اللهم أعطني كتابي بيمين، ولا تعطني كتابي وهكذا، اللهم ثبت قدمي على الصراط، اللهم اجعلني ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذه الأمور وردت في حديث ضعيف. أئمتنا الشافعية اختلفوا هل هو ضعيف مما يعمل بمثله في فضائل الأعمال، أم منكر لا يجوز أن يعمل بمثله في فضائل الأعمال. اختلفوا على فريقين، فريق اعتمد ذلك، اعتمد أنه حديثه ضعيف فيعمل بمثله في الفضائل كالشيخ الرملي، وبعضهم لم يعتمد إيه؟ هذا الأمر، قال حديثه منكر أو ضعيف جدا فلا يعمل به في فضائل الأعمال. يعني الإنسان مخير يقلد، سواء يقلد الشيخ الرملي أو يقلد من خالف الشيخ الرملي، الأمر فيه سعة. ثم قال غسل الجنابة. هو قال لك الوضوء الأول ليه؟ لأن الإنسان غالبا، الإنسان يولد محدث، الإنسان يولد محدث. يعني لو فرضنا أن هناك طفل خرج من بطن أمه، هذا الطفل خلقه الله لا لم يخرج منه حدث مطلقا، فرضا يعني هذا فرض عقل، فبلغ وأراد الصلاة أو ميز وجب عليه الوضوء، لأن الإنسان أصلا يولد إيه؟ يولد محدثا. عشان كده أول شيء تكلم عنه فروض الوضوء، لأن الإنسان يولد محدثا، ثم إذا بلغ يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى معرفة الغسل، إلى معرفة الغسل. ولا يجب الغسل بالبلوغ بالسن، يعني إنسان بلوغ بالسن اللي هو كام سنة؟ 15 سنة. فبلغ الصبي 15 سنة صار بالغا، أي حكمه حكم البالغين الكبار الكبار، وكذلك الفتاة إذا بلغت 15 سنة. طيب إذا بلغ بالسن لا يجب عليه الإيه؟ لا يجب عليه غسل. أما إذا بلغ بالاحتلام أو بالإنزال هذا طبعا يجب عليه الغسل. غسل الجنابة وإن كان عليه جنابة، هنا تكلم عن الغسل الجنابة الذي يشمل ماذا؟ يشمل كذلك غسل الحيض
غسل الاستحاضة هو هو الايه هو هو الغسل، لكنه ذكر الجنابة لأن هذا الأمر هو الذي يتكرر مع الإنسان كثيرا، فالمرأة تحيض مرة واحدة في الشهر، لكن قد يصيبها الجنابة أكثر من ذلك. كذلك الرجل وإن كان عليه جنابة من مجامعة أي إيلاج، المجامعة اللي هي الإيه؟ الإيلاج مطلقا ولو سهوا، الإيلاج مطلقا ولو سهوا أو ناسي أو نائم، فهذا الإيلاج أي دخل أولج فرجه ذكره في فرج امرأة وجب الإيه؟ وجب الغسل. وكذلك عافانا الله وإياكم يجب بالإيه؟ بالزنا وباللواط أو بمجامعة البهائم والعياذ بالله، كل هذه الأمور يجب فيها الإيه؟ الغسل. إيلاج فرج أو إيلاج الذكر في الفرج مطلقة، كلمة فرج هذه مطلقة ضع تحتها ما شئت، هذا يوجب الإيه؟ يوجب الغسل. أو خروج مني بنوم أو غيره، يعني في النوم أو في اليقظة، مني نفسه، نفسه مني إيه؟ نفسه، لأن المرأة المجامعة إذا خرج مني زوجها منها هذا لا يوجب غسلا، هذا لا يوجب، يبقى المرأة جومعت فخرج بعد أن اغتسلت خرج مني إيه؟ الزوج منها، هذا المني لا يوجب عليها هي غسلة، يجب عليها الوضوء فقط. يبقى المني الذي بخروجه تجب الغسل هو مني الشخص نفسه. يبقى هو هنا ذكر الجنابة فقط، بقي من موجبات الغسل ايه؟ حيض، اللي هو الانقطاع بقى، المراد بالحيض الايه؟ الانقطاع. متى يجب الغسل على الحائض؟ بالانقطاع ودخول وقت مفتقر الى طهر، الاثنين. يبقى هي انقطع دم الحيض الساعة 10 صباحا، هل يجب عليها الآن أن تغتسل؟ لا، لم يجب عليها الآن، لما يدخل وقت الظهر يبقى اجتمع الأمرين اللي هو الإيه؟ الخروج، انقطاع الدم عفوا، ودخول وقت المفتقر إلى طهر، يبقى هنا وجب عليها الغسل. كذلك الإنسان الجنب، استيقظ الساعة 10، كان قد صلى الفجر، استيقظ الساعة 10 وعليه جنابة، متى يجب عليه الغسل؟ بدخول وقت الصلاة المفروضة، أو دخول وقت مفتقر إلى طهر، أراد أن يمس المصحف، في هذه الحالة يجب عليه الغسل كي يمس المصحف، لأن مس المصحف للجنب حرام. يبقى هو ذكر الجنابة فقط، ترك الحيض والنفاس، لأن النفاس دم حيض مجتمع. وترك الكلام عن الايه؟ عن الموت. يبقى الموت يوجب الغسل، بس مش على الميت بقى، يوجب على المسلمين فرض كفاية، يجب على هذا الميت ان يغسل، وهذا فرض من فروض الايه؟ الكفايات، تجهيز الميت. ثم قال نواقض الوضوء. النواقض دي يعني هي كلمة نواقض، بعض الأئمة بيستشكلوا كلمة نواقض، لأن الناقض هو الذي يأتي على الشيء بأصله بالبطلان، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، يعني هينهد بأساسه، الأساس الذي بني عليه. فنقول انتقض الوضوء أي بطل هذا الوضوء وما تم بناؤه على هذا الوضوء اللي هي الصلاة. وهل هذا صحيح؟ يعني الإنسان لو انتقض وضوءه يبطل وضوءه وتبطل الصلاة التي صلاها بهذا الوضوء. فكلمة نواقض هنا فيها إيه؟ فيها مسامحة، فيها إيه؟ مسامحة. فيسمون هذا الباب بباب إيه؟ باب الأحداث أو باب الحدث، والمراد به الأسباب التي ينتهي بها الطهر. يبقى المراد بكلمة نواقض الوضوء هي الإيه؟ الأسباب التي ينتهي بها الطهر. لأن لما تشوف كلمة حدث في كتب الفقه، إما أن يراد بكلمة حدث ماذا؟ الأمر الاعتباري القائم بالبدن الذي يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، يبقى كلمة حدث تطلق ويراد بها الإيه؟ أمر اعتباري. نقول هذا إنسان محدث حدث أصغر، هل أنت رأيت هذا الحدث في جسدك؟ أمر اعتباري،
اعتبرنا شيئا قائما ببدنه، هذا الشيء الذي قام ببدنه منع من صحة الصلاة، حيث لا مرخص، لأن في ترخيص للإنسان هو ممكن يصلي من غير وضوء، زي فاقد الطهورين مثلا يعني، أو فاقد الماء. وتطلق كلمة حدث ويراد بها الإيه؟ ويراد بها الأسباب التي ينتهي بها الطهر، ويراد بها الأسباب التي اللي هي مرادة في باب نواقض الوضوء. لما يقولوا نواقض الوضوء أو باب الأحداث، هتلاقيها في كتب تانية من كتب الشافعية باب الأحداث. يعني إيه الأحداث؟ ليس هو الأمر المعتبر، وليس هو الأثر المترتب على الحدث. يعني الأثر المترتب على الحدث هو حرمة الصلاة وعدم جواز مس المصحف مثلا، عدم جواز الطواف، ده هذا اسمه أثر مترتب على الحدث. يبقى الحدث يطلق ويراد به ثلاثة أمور، ثلاث حاجات: الأمر الاعتباري القائم بالبدن، الأثر المترتب على الحدث، يعني الأثر حرمة الصلاة، حرمة الطواف، عدم جواز مس المصحف وحمله مثلا. ويطلق ويراد به السبب الذي ينتهي بها الطهر، الذي ينتهي به الطهر هو المراد هنا. قال: وينقض الوضوء الخارج من أحد السبيلين، القبل أو الدبر، على ما كان، أي شيء خرج من السبيلين على ما كان، يعني على أي صفة كان، كان ريح، كان هذا الشيء طاهرا، يعني الإنسان بلع شيء، هذا الشيء خرج منه، وخرج منه غير ملوث، يعني خارج لا يحمل أثر نجاسة، لا ريح نجاسة ولا لونها مثلا ولا طعمها، هذا يجب عليه الإيه؟ الوضوء. لا يجب عليه الاستنجاء، لكن يجب عليه الإيه؟ الوضوء. لأن الريح الذي يخرج من الإنسان نجس أم طاهر؟ طاهر، لأن الإنسان لا يغسل الدبر ولا يغسل محل هذا الريح، فلو خرج من دبر الإنسان شيئا ولو طاهرا وجب عليه الايه؟ الوضوء. وكذلك لو، وهذا يحدث يقولون نادرا، ان خرج ريح من قبل الانسان او قبل المراه، فهذا يوجب ايضا ايه؟ يوجب الوضوء، القبل او الدبر. طب هو هنا قال الخارج من احد السبيلين، هذا يستثنى منه شيء واحد الذي لا ينقض الوضوء، وهو المني. المني يوجب الحدث الاكبر فقط ولا يوجب الحدث الأصغر. يبقى الإنسان لو تجردت جنابته عن حدث الأصغر، يعني إيه؟ الإنسان متوضئ وأنام هكذا، هذا النوم عندنا ينقض الوضوء، ممكن مقعدته من الأرض أو مقعده من الأرض، فنام فاحتلم، هنا عليه حدثان أم حدث واحد؟ عليه حدث واحد فقط، اللي هو حدث الأكبر الذي تسبب به المني. فالمني لا يوجب الحدث الإيه؟ الأصغر، ويوجب الحدث الأكبر فقط. طب الإنسان عليه الحدثين، عليه حدث أصغر وحدث أكبر، فنوى رفع الحدث الأكبر اندرج معه الحدث الأصغر، يبقى مش واجب عليه إن هو إيه؟ يتوضأ، رفع الحدث الأكبر وحده يكفي. وينقض الوضوء الخارج، قال: وينقض الوضوء زوال العقل. يعني إيه زوال العقل؟ مش شرط الإنسان يبقى مجنون، يعني زوال العقل المراد به هنا زوال التمييز، زوال ما عادش يستطيع أن يميز بنوم، بتناول، أو تعاطي مسكر، أو إغماء، أو جنون، أو أي شيء، أي شيء زال به التمييز ينقض الوضوء. يبقى الإنسان اللي دخل حجرة العمليات فأخذ بنجا كليا غاب عن الوعي، هذا بعد الإفاقة، حتى لو كان متوضئ قبل العملية، بعد الإفاقة وجب عليه الإيه؟ الوضوء، لأن زال تمييزه. من نام زوال العقل بنوم أو غيره، بنوم أو غيره، تشمل تناول المسكر أو المخدر متعمدا أو غير متعمد، يعني واحد أعطى له شيء قال له خدعه فشرب هذا الشيء فبان أنه مسكر فغاب عقله، هو تعمد السكر لم يتعمده لحاجة أو لغير حاجة، كالإيه؟ حاجة زي حقن البنج كده، التخدير للعمليات، أو لغير حاجة، زال عقله بأي وسيلة. يعني إيه زال عقله؟ زال تمييزه، زال عقله أي زال تمييزه. فالإنسان لما بينام بيزول إيه؟ يزول تمييزه، وجب الوضوء، إلا نوم ممكن مقعدته من الأرض، اللي هو الجلوس على هيئة المتمكن، هذه عند إمامنا الشافعي لا تنقض الإيه؟ الوضوء، يستحب فقط خروجا من الخلاف. يبقى الإنسان لو نام كده ممكنا مقعدته من الأرض يستحب له الوضوء ولا إيه؟ ولا يجب، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجلسون
ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء الآخرة، وكانوا يغطون في النوم حتى يسمع لأحدهم غطيطة يعني شخير، فيقومون فيصلون ولا يتوضؤون. فيقول يعني الإمام الحسن البصري وغيره، وعليه مذهب الإمام الشافعي، هذا عندنا وهم جلوس، يبقى هذه الهيئة لا تكون إلا وهم جلوس. فلو نام على جنبه أو مستلقيا على ظهره أو على وجب الإيه، طالما نوم عميق يعني. لكن لو نام ممكنا مقعدته من الأرض حتى ولو يعني غطى في النوم غطيط، طالما ممكنا مقعدته من الأرض لا يجب عليه الوضوء، يسن فقط. لماذا يسن؟ لماذا يسن الوضوء؟ خروجا من الخلاف، لأن الإمام مالك وغيره يقولون هذه الهيئة تنقض الإيه؟ تنقض الوضوء. وينقض الوضوء مس قبل أو دبر آدمي منه أو من غيره. الإنسان لو مس قبله أو دبره، الدبر اللي هو إيه؟ اللي هو المنفذ الذي يخرج منه البراز، والدبر القبل في الرجل اللي هو الذكر، أما الأنثيين فلا ينقض مسهما. الأنثيين اللي هي الإيه؟ البيضتين اللي في ذكر الإنسان، مسهما لا ينقض الوضوء. الذكر فقط هو مسه هو الذي ينقض الوضوء، ويكون المس بباطن الكف. طب المرأة؟ المرأة الذي ينقض الجزء الذي ينقض الوضوء اللي هو الجزء المحاذي للمنفذ، الجزء المحاذي، المنفذ الذي يخرج منه البول، الجزء المحاذي له فقط هو الذي ينقض الوضوء. وقيل ملتقى الشفرين بباطن الكف وبطون الأصابع، يبقى هذه البطون ما استتر هو الباطن، يبقى الجزء الذي استتر بمسه يحصل ايه؟ يحصل انتقاض الوضوء او يحصل حدث. ما سوى ذلك برؤوس الأصابع او بظهر اليد او ما بينهما، هذا لا ينقض الوضوء. وبطون الأصابع كبيرا كان او صغيرا، ولو ولده ميتا، حتى ولو ولد هذا الإنسان ايه؟ ميت، فمس هذا الفرج ينقض الوضوء. والمرأة التي تحمم ولدها تنظفه، فمست فرج ولدها، على مذهبنا ما الذي يحدث؟ وجب عليها الوضوء، إلا إن قلدت غير الشافعي، إلا إن قلدت غير الشافعي. كذلك الفرج المبان المقطوع، الفرج الإيه؟ المقطوع المنفصل عن جسد الإنسان خالص، أيضا ينقض الوضوء على المعتمد. قال: وينقض الوضوء التقاء بشرتي رجل وامرأة كبيرين أجنبيين بلا حائل. عبر بالالتقاء عشان يدخل في ايه؟ يدخل اللامس والملموس، والملموس كلامس في الأصح. يبقى أنت الذي لمست أو لمست، في كلا الحالتين ينتقض الوضوء، لذلك يعبرون بالالتقاء. أما مس يقول لك ايه؟ ولمس المرأة الأجنبية، كلمة لمس قد توهم ايه؟ أن اللامس فقط هو الذي ينتقض وضوءه، لكن المعتمد زي ما يقول لك ايه في المنهاج: والملموس كلامس في الاصح، والملموس كلامس في الاصح. لكن احنا كشافعيه مثلا الامر يكون فيه مشقه، خاصه الناس اللي بيعمل عمره، لان في زحام شديد، فينبغي عليه ان يقلد غير الشافعيه، والا يفضل قاعد ال 24 ساعه عشان يلم ايه؟ عشان يكمل السبع اشواط. لان لو كل من مسته امراه أو مس امرأة يعني سهوا أو غير عمد ذهب ليتوضأ ويعود، فيبني هيفضل قاعد طول اليوم إيه؟ عشان يطوف السبع أشواط. فينبغي على شافعي المذهب ماذا يفعل؟ هو جاي يطوف كده من البداية، ينوي تقليد غير الشافعي، أن مس المرأة الأجنبية لا ينقض الوضوء. هو مذهب مين؟ مذهب الإمام أبي حنيفة. التقاء بشرتي رجل وامرأة كبيرين. كبيرين المراد هنا بالكبر مش معناه الكبير اللي هو يعني، لا، المراد بالكبر اللي هو بلغ حد الشهوة عرفة عند ذوي الطبائع السليمة، بلغ حد الشهوة عرفا عند ذوي الطبائع السليمة يقينا. يبقى هذا الشاب بلغ حد الشهوة، يعني ايه حد الشهوة؟ يعني مثلا يعني بدأ يظهر عليه بعض علامات
الشباب، الخروج من فترة الصبا إلى مرحلة الشباب، وإن لم يحتلم بعد، لكن صار يشتهى عند ذوي الطبائع السليمة. هذه البنت 9 سنين أو 10 سنين أو 11 سنة ولم تحض بعد مثلا، ولكن صارت تشتهى عند ذوي الإيه؟ عند ذوي الطبائع السليمة. الطبع السليم إذا نظر لهذه المرأة قد تتحرك شهوته، طبع سليم لا كلام لنا مع غير الطبع السليم. ففي هذه الحالة مس هذه الفتاة ينقض الوضوء، ومس هذا الصبي ينقض الوضوء. وهنا مسألة، مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية عندنا نحن الشافعية حرام إلا بشرطين، والإنسان يحرم عليه أن يصافح المرأة الأجنبية إلا بإيه؟ بشرطين على المذهب. المسألة فيها خلاف هنقول دلوقتي، أن يكون بحائل وبغير شهوة، أن يكون بحائل وغيره. فلو صافح امرأة بلا حائل، مصافحة هكذا، ولكن هنا انتفت الشهوة، حرام. طب هناك حائل ولكن مع الشهوة، حرام، بل لابد من الايه؟ من الشرطين. طب هل المسألة فيها خلاف؟ اه فيها خلاف عند يعني الحنابلة، ينقلون قولا عن الإمام أحمد أن مصافحة المرأة الأجنبية مكروه مطلقا، سواء أي حاجة كبيرة أم صغيرة. وبعض الحنفية يقولون إذا كانت المرأة كبيرة عجوزا أو كان الرجل عجوز بحيث تنتفي الشهوة فهو جائز. إيه المسألة، إيه محل خلاف في المصافحة، لكن مذهب نحن أن مصافحة المرأة الأجنبية إن كان بغير حائل أو كان بحائل مع شهوة لابد من الشرطين، الحائل وانتفاء الإيه الشهوة، غير ذلك يكون حرام، وسواء مسها متعمدا أو غير متعمدا ينتقض الوضوء على مذهبنا برضه، إلا من ابتلي بمخالطة النساء. يعني إيه؟ واحد شغال في السوق، ويعني كثيرا ما تأتي إليه النساء يشتري، يعني للبيع والشراء، كثير الأخذ والإعطاء، وقد يكون فيه مشقة عليه، أو مكان المسجد بعيد عنه أو ما شابه، فهذا يقلد غير الإيه؟ غير الشافعي. وكذلك اللي إحنا قلنا عنه الحاج أو المعتمد، هذه نواقض الإيه؟ نواقض الوضوء. هناخد شروط صحة الصلاة ونتوقف عشان الوقت العصر يعني. ويشترط لصحة الصلاة، هنا الشروط شروط الصحة، لكن شروط الوجوب، تجب الصلاة على من؟ على المسلم البالغ العاقل، مسلم بالغ عاقل تجب عليه الصلاة. أما الصبي هل تجب عليه الصلاة؟ الصبي الذي لم يبلغ لا تجب عليه، لكن يجب على وليه تعليمه الصلاة. يبقى الأب والأم يأثمان إذا بلغ الصبي أو بلغت الصبية 7 سنين وقصر في تعليم الصبي أو تعليم الصبي الصلاة، من الذي يأثم؟ ولي الصبي، أمه، أبوه أو أمه، وإن لم يكن له أب فجده أو عمه، المهم الذي يقوم بتربيته يأثم إن لم يعلم. ويجب على الولي الصبي أن أول شيء يتعلمه الصبي ماذا؟ إذا بلغ 7 سنين أول شيء يجب عليه أن يتعلمه أن يعرف اسم النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا بنقول له هتصلي، ونقول له هتصوم، وستفعل كذا وكذا مستحب وكذا حرام، من الذي شرع هذه الأمور؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فيقولون أول شيء يجب على ولي الصبي أن يعلمه للصبي أن يعلمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول نبينا محمد بن عبد الله، سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ولد بمكة وهاجر إلى المدينة وبها توفي، هذا أقل معرفة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يأمره بالإيه؟ بالصلاة، وما يطيقه من تكاليف شرعية. يعني هو عنده 10 سنين يقدر يصوم للظهر، يبقى لازم يصوم للإيه؟ إلى الظهر أو للعصر، يستطيع أن يصوم إلى المغرب، يعود حتى إذا ما بلغ لا يتكاسل ولا يتهاون في ترك الأمور. كذلك يعلم الإيه؟ يعلم ما يطيقه من أمور الشريعة، يدربه على الصدقة، تدرب الفتاة على العفاف إلى آخره. يبقى شروط الوجوب الإسلام، فلا يجب تجب الصلاة على كافر. يعني لا تجب الصلاة على كافر، يعني مش هنقول له قوم صلي، لأن هو مطالب أصلا بما لا تصح إلا به اللي هو الإسلام، لكن يطالب الصلاة واجبة على غير المسلم وجوب إيه؟ مؤاخذة يوم القيامة. قالوا لم نكن
من المصادر، فهم الكفار ولم نكن نطعم المسكين. يعني ربنا سبحانه وتعالى هيأخذهم على ايه؟ مش هيتحاسب على ان هو ما كانش مسلم بس، لا يتحاسب على تركه الصلاة والصيام والحج الى اخره. حتى بعض العلماء قال سيحاسب كمان على الحاجات اللي هي محل اختلاف بين الفقهاء، وبعض العلماء قال لا، محل الخلاف بين الفقهاء لا يحاسبون عليه. يبقى الاسلام والبلوغ والعقل. الصحة بقى معرفة دخول الوقت بيقين. يعني ايه معرفة؟ مش دخول الوقت، الان دخل وقت العصر وهو لا يعرف ان وقت العصر دخل، فقام فصلى، شك، هو الان العصر يؤذن الان صحيح؟ ودخل وقت العصر، هو شك، لم يسمع اذان او في مكان بعيد وشك، هل دخل الوقت ام لم يدخل؟ فصلى، فوقعت صلاته في الوقت، صحيحة ام غير صحيحة؟ غير صحيحة، لان الشرط معرفة دخول الوقت. معرفة دخول الوقت له مراتب ثلاث، هو قالها على الترتيب. بيقين، يعني ايه بيقين؟ بنفسه هو يستطيع ان ينظر الى السماء او الى النجوم او الى مكان الشمس والظل، فيستطيع ان يعرف دخول الوقت بنفسه بيقين. او اجتهاد، يعني ايه اجتهاد؟ هو بيقول لك انا بقرأ من الظهر الى العصر، بقرأ مثلا 20 جزء، فقرأ ال20 جزء، صلى الظهر وقرأ 20 جزءا، يبقى هو ده اجتهاده، ان هذا امر مجرب ومكرر. وكذلك بالاجتهاد كايه؟ كصوت ديك، هو عنده ديك كل يوم اول الفجر يؤذن مثلا، او يؤذن وقت كل صلاه، وهذا الديك مجرب، يعني ما جاش يوم وغلط، فهذا ايه؟ اسمه باجتهاد او غلبة ظن. يبقى بيقين، مراتب معرفة الوقت، اليقين او الاجتهاد او الايه؟ الظن. يعني ايه الظن؟ انا لا اعرف، اجتهد بنفسي، لا استطيع معرفة الوقت بنفسي، ولا استطيع ان اجتهد، فلا عندي علامة، ما عنديش، معيش ساعة، ما عنديش ديك مجرب، ما عنديش عادة بفعلها، لما انتهي من هذه العادة اعلم دخول الوقت، فقلدت زيدا من الناس، شفت فلان بيقوم تعمل ايه؟ بيقوم اصلي العصر، قمت قايم مصلي زيه، وغلب على ظني صدق هذا الايه؟ هذا الرجل. وهذا بالظن، يبقى باليقين او الاجتهاد او الظن، دي مراتب معرفة الوقت. فإن صلى مع الشك لم تصح صلاته، وإن وقعت في الوقت، حتى لو الصلاة وقعت فين؟ في الوقت، لأن الشرط معرفة، أكون عارف إن الوقت دخل. ويشترط معرفة القبلة. معرفة القبلة في مذهبنا احنا، يجب استقبال القبلة ايه؟ يجب استقبال عين القبلة. يعني احنا بتلاقي المساجد في انحراف كده يسير، ليه؟ عشان تستقبل عين القبلة، سواء كنت في القرب، اللي شايف الكعبة امامه، هذا بالاجماع يجب ان يستقبل عينه. طب البعيد زي احنا هنا في مصر، بعيد عن الكعبة، مذهبنا احنا مذهب الشافعية ان هو يجب بس استقبال الايه؟ العين بالظبط، مش الجهة، يعني القبلة كده بالظبط، يبقى لازم يكون وجهي هكذا. طب لو انحرف كده سنة، على مذهبنا ما ينفعش، على مذهب ابو حنيفة يصح، على مذهب ابي حنيفة يصح، اللي هو استقبال عين القبلة، وهم يقولون استقبال الجهة، القبلة جهة المشرق، اللي وجهه ناحية الايه؟ المشرق، سواء أصاب عينها أم جهتها، ده عند الإمام أبي حنيفة. لكن عند الإمام الشافعي يجب أن يستقبل إيه؟ عين القبلة، سواء في القرب أم في البعد. طب أنا بعيد أهو، يجب علي أن أستقبل القبلة بماذا؟ أن أعرف مكان القبلة بنفسي، أن أجتهد. واحد معاه بوصلة، واحد معاه إيه؟ عارف البوصلة؟ التي يعرف الشمال والجنوب، ويعرف مثلا القبلة في درجة كذا عن طريق البوصلة، فهذا بنفسه أو بإخبار ثقة. سألت، نزلت بلد، هذه البلد ينشأ فيها مسلمون من قرون، قلت لهم أين القبلة؟ من هذا الاتجاه، خلاص يغلب على الظن أنهم صادقون. لكن ذهبت إلى بلد المسلمون فيها جدد، لا، ما ينفعش أخذ الكلمة من أول واحد، واضح؟ يعني نزلت بلد المسلمون فيها جدد، يعني لسه او كل المسلمين فيه، او ليسوا من اهل البلده، اين القبله؟ واحد قال لك هنا، لا، اسال تاني وتالت، اسال اخر وثالث،
لكن البلد يسكن فيها المسلمون من قرون. فأنا سألت فأصلي، أو دخلت المسجد فوجدت المحراب، ما سألتش حد بس وجدت المحراب في المسجد، عرفت من هذا المحراب إيه مكان القبلة، يبقى بنفسه أو بإخباري أو بإخبار ثقة أو باجتهاده. اجتهد هو بقى، قاعد يشوف الشمس، إحنا في الشمال لا الشرق، اللي مكة تكون مثلا من ناحية شرق جنوب مثلا، المكان اللي أنا واقف فيه هذا بالإيه، باجتهاده. أدنى المراتب بالريح، المكان الذي يهب منه الإيه، الريح من الشرق أم من الغرب، قد يستطيع أن يعرف من خلال الريح اتجاه القبلة، لكنها أمارة ضعيفة. يبقى أقوى الأمارات بنفسه أو بتقليد، أو بتقليد ثقة. تقليد ثقة يعني إيه ثقة؟ بلد فيها المسلمون من قرون، أو بمحراب في المسجد، أو بسؤال، أو باجتهاد، اجتهد ينظر إلى الشمس أو الكواكب أو ما شابه. أدنى هذه المراتب وأضعفها اللي هي إيه؟ بحركة الرياح، بحركة الرياح. ويجب ستر العورة بساتر طاهر مباح. الساتر المراد بالساتر في الصلاة هو إيه؟ ما يستر لون العورة وإن وصف حجمها، ما يستر لون العورة وإن وصف حجمها. وعورة الرجل في الصلاة، في الصلاة ما بين سرته وركبته، وكذلك الأمة، الأمة عورتها في الصلاة ما بين سرتها وركبتها. طب لو صلت الأمة بحضرة أجانب صح صلاتها مع الإثم، لأنه يجب عليها أن تستر ما لا يجوز للأجنبي أن يراه. يبقى الأمة اللي هي اللي كانت تباع وتشترى عورتها في الصلاة ما بين السرة والركبة، يعني لو انكشف جزء من الرأس، أو صلت كانت تصلي كاشفة الرأس، صلاتها إيه؟ صحيحة، لأنها أمة. أما الحرة فعورتها في الصلاة جميع بدنها إلا الوجه والكفين. يبقى عند المرأة لها عورة صلاة اللي هي جميع البدن عدا الوجه والكفين، ولها عورة تسمى عورة النظر وجميع البدن، فيحرم على الرجل أن ينظر إلى جميع بدن المرأة إلا بأمور استثنوها. ولها عورة أمام محارمها ما بين السرة والركبة، فالبنت ممكن ترضع صغيرها أمام أبيها أو أخيها، يجوز عند أمن الفتنة، لأنها ليست عورة، هذا الجزء ليس عورة على المحارم. طب إن خشيت فتنة وجب عليها الستر، تمام؟ وعورتها أمام النساء ما بين السرة والركبة أيضا، النساء يعني تذهب إلى طبيبة أو صديقة أو ما شابه، فانكشف مثلا جزء من الذراع أو جزء من الرقبة أو ما شابه، فهذا إيه؟ ليس حرام أمام النساء. وعورتها أمام غير المسلمة، المرأة عورتها أمام غير المسلمة ما يبدو عند المهنة، يعني المرأة في البيت ينكشف مثلا جزء من الذراع جزء من الشعر وهي تعمل أعمال البيت الطهي وما شابه، هذا ما يبدو عند المهنة، هذا الذي يظهر فقط عند غير المسلمة. أما عورتها أمام الأجانب فجميع الإيه؟ البدن، يعني يحرم على الرجل أن ينظر، تسمى عورة النظر. والرجل له عورة في، وعورة في الخلوة، المرأة لها عورة في الخلوة اللي هي ما بين السرة والركبة، فيحرم عليها أن تكشف ما بين سرتها وركبتها إلا لحاجة. الحاجة هنا يعني إيه حاجة؟ أدنى حاجة، يقولون ولو للتبرد، ولو لأجل خياطة ثوب، أو لأجل مثلا حكة، أي عذر يبيح لها، لكن كده من غير أي سبب خالص لا يجوز. والرجل عورته في الصلاة ما بين سرته وركبته، وعورته أمام النساء جميع بدنه، يعني لو الرجل عارف إن هناك امرأة تنظر إليه بشهوة أو بغيرها، يقولون وجب عليه الإيه؟ أن يستتر عنها، لكن بعض العلماء يفتي بغير ذلك. عورته في الصلاة الرجل ما بين سرته وركبته، وعورته في الخلوة، عورة الرجل في الخلوة السوأتان فقط، فلا يكشف السوأتين إلا لضرورة أو حاجة. أما كشف السوأتين في الخلوة يعني هو قاعد لوحده بدون أي حاجة حرام، لأن الله أحق أن يستحيا منه. يبقى الذي يجب أن نعرفه خاص بالصلاة أن عورة الرجل في الصلاة ما بين سرته وركبته، وعورة المرأة جميع بدنها إلا الوجه والكفين.
فالقدمين ظاهرا وباطنا يجب سترهما في الصلاة بالنسبة للمرأة يعني، ويجب رفع النجاسة من الثوب والبدن والمكان، يصلي بلباس طاهر وبدنه ليس عليه نجاسة ويصلي على مكان طاهر. المراد بالمكان الطاهر إيه؟ الملاقي للأعضاء السبعة، الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. فلو حاذ صدره نجاسة، يعني في نجاسة على الأرض، لكن هذه النجاسة لم يباشر لا بيديه ولا بجبهته، لكن حاذت صدره محاذية لصدره، تصح الصلاة مع الكراهة، لأن محاذاة النجاسة مكروهة. تمام؟ يبقى المراد بالمكان ما هو المكان؟ اللي هو الملاقي للسبعة أعضاء. وعلى هذا يحمل كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة يصلون، يحمل على إيه؟ أنهم كانوا لا يلاقون هذه النجاسة بإيه؟ بالأعضاء السبعة. ويجب على القادر أن يصلي الفرض قائما، الفرض أو ما كان على صورة الفرض. يعني إيه زي ما كان على صورة الفرض؟ زي صلاة الصبي، صلاة الصبي فرض عليه، بس الصبي جاي يصلي الظهر، هل يجوز له أن يصلي قاعدا الظهر؟ لا تصح منه هذه الصلاة. يبقى الفرض أو ما كان على صورة الإيه؟ الفرض. واضح يعني ايه على صورة الفرض؟ زي صلاة الصبي، أنا صليت الظهر منفرد، صليته لوحدي، وبعد أن صليته منفردا وجدت جماعة تقام يصلى فيها الظهر، يسن علي إعادة الظهر، لأن أنا صليته منفردا، ثم وجدت جماعة فيسن لي أن أعيد ما صليته منفردا. الإعادة هنا فرض أم على صورة الفرض؟ لأن الفرض بتاع الأول، الفرض بتاع خلص خلاص الأول. هل لأنه يسن لي الإعادة هل يجوز لي أن أصلي جالسا؟ لا تصح الصلاة. الجواز هنا بمعنى الصحة مش معنى الحرمة يعني. ولا يجوز للصبي، أي لا يصح صلاته قاعدا صلاة الفرض. ليه؟ لأن هذه على صورة الفرض، هي على صورة الفرض. يجب أن على القادر أن يصلي الفرض قائما، الفرض أو ما كان على صورة الفرض، مثل إيه؟ مثل الصلاة المعادة وصلاة الصبي والصلاة المعادة. هنقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على صلاة، صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عنك الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك. وعليكم السلام. بالنسبة لخروج المرأة، سواء معتاد أو غير معتاد، من مكان معتاد أو غير معتاد، خروج عشان أنا عارف الشخص إذا اشتد خوفه ينزل المنام. فهمت. يجب عليه الوصفة، يجب إن خرج بالصفات، صفات المنام، إن كان بنفس صفات المنام وجب عليه الوصفة، يعني لا يشترط وجود الشهوة، هي علامة فقط. لكن إن كان الأمر عليه فيه مشقة يقلد من قال بالعدم، يعني في مشقة، يعني بيحدث هذا الأمر كثير جدا جدا، في مشقة عليه في الاغتسال أو ما شابه. هناك بعض العلماء قالوا أن المني الذي يجري الغسل والذي يخرج بإيه؟ بشهوة. سؤال ثاني، شخص حمل معه ثوب متنجس وصلى به، وصلى وعلم بها أن يلبس، لكن يحصل هنا لكن هي تبطل الصلاة على المعتمد، على المعتمد إن علم بها أثناء الصلاة طرح الثوب وصح الصلاة. أما أثناء الصلاة تذكر أن هذا الثوب عليه إيه؟ طرحه وتمت صلاته. لكن إن علم به بعد الصلاة على المعتمد تبطل، يعيدها، ولنا وجه أنها لا تبطل. وفي وجه فجر الأبد وجه قوي يعني.
وجه طويل. جزاكم الله. حدث الله. حدث الله. بس تمام. خلاص.